فارق معايا قوي يا محمد، يا احمد اللي انت بتقوله فكره انه حياتنا ماشيه، هي في فعلا نقطه فاصله كده انه حياتنا ماشيه، ولا احنا بنمثل انها ماشيه طبيعي وسايبين اصل المشكله. يعني النهارده في حاجه عجبتني جدا، ف يعني الكلمه اللي قالها كمان نيافه الانبا رفائيل النهارده في جنازه الشهداء، قال فعلا انتهى الكلام وبح الصوت. هو احنا هنفضل نتعامل مع الحوادث انها بتحصل وبتتكرر لكن حياتنا ماشيه وطبيعي وخلاص والناس هتنسى، ولا بالمعنى الإيجابي اللي أنت تقصده إنه إحنا بنقاوم الموت بثقافة الحياة؟ ما هي فعلا ما هو دينا ليها زاويتين. ما تستكبريش، تعترفي ان في ارهاب، في ارهاب طبعا في استهداء. المعركه صعبه، صعبه جدا. انت النهارده بغداد، امريكا طلعت تجري من العراق، السوفييت في افغانستان طلعوا يجروا بعد ما شافوا الويل. يعني حروب الشوارع يا جماعه، ما حد ما لم يسبق ان حد انتصر فيها، ومع ذلك احنا ماشيين فيها كويس جدا. انت يكفي انك حاصر الارهابيين في يعني في جيب صغير في سيناء. النهارده مصر انسوا ان احنا نامن ال 104 مليون. الحل الجديد بقى هو الوعي الشعبي اللي شفناه النهارده ده، ويا ريت الناس تاخد منه مواعظ. يعني انا نفسي بكره الساده الصحفيين، كبار الصحفيين، يركزوا على النقطه دي. نفسي نستغلها اعلاميا ونقول للناس انتوا عملتوا كذا صح وكذا غلط عشان لو تكررت.